السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة لو أول مرة تزورنا في القناة يا ريت تشترك في القناة وتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب أعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متابعينا الكرام معكم محمد نور الدين خلينا نتكلم عن موعد مباراة برشلونة القادمة أمام هويسكا في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني ملعب المباراة ملعب الكروز الكرواز الكراز الكراز الخاص بنادي هوسكا، المباراة يكون بعدها بإذن الله تعالى اليوم الأحد 3/1/2021. المباراة بعدها الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان. الساعة 9 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناه الناقله المباراه قناه بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 3 وبين سبورتس 4 كي ومعلق المباراه هو عصام الشوالي واليكم القنوات الاجنبيه الاخرى الناقله للمباراه برشلونه حاليا في المركز السادس برصيد 25 نقطه بعد لعب 15 مباراه اما نادي هوسكا فهو حاليا في المركز العشرين والاخير بعد لعب 16 مباراه ولديه 12 نقطه متابعينا الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر خلاص قدمنا لكم موعد مباراه برشلونه في الجوله السابعة عشر اشترك في القناه فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته